محليا أشرفت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين على تنظيم محاضرة بالمركبي الأولمبي محمد بوضياف نشطها الحكم الدولي السابق محمد زكريني، وذلك لإطلاع الإعلاميين على آخر التعديلات التي أدخلتها الفيفا على التحكيم خلال الموسم الجاري 2017-2018، وليد معمري كان حاضرا وعاد بالتالي. ثاني مرة، أول مرة درت المدربين حوالي 100 مدرب، درت أنتام وين كان الله يرحمه عبد القادر بهمان، إفشاي، نور الدين سعدي. بصح اليوم مع الإعلاميين عندي واحد الطرق كبير حكمني بكل صراحة. 100 مدرب درت لهم كور نورمال كذا هكذا، كان معايا أن كولابوراتور هكذا تعاوننا. اليوم مع الصحفيين ماشي حاجة سهلة.